في التاسعة مع يوسف الحسيني. تاريخ المسيحية في مصر كاد يكون أطول في العالم. لقاء خاص مع البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. افتخر أن أنا مصري وأن النيل على بعد خطوات مني وأنه أنشأ جوايا وحدة مع أخويا في كل العصور. أسرار وكواليس 10 سنوات من اعتلائه الكرسي البابوي. أن الوطن أغلى حاجة، لازم نحافظ على الوطن. كيف تحملت الكنيسة عنف الإخوان وصمدت في سنوات التوترات السياسية؟ الاعتداء على الكنيسة واجهه إخواتنا المسلمين الجيران والموجودين. وما الذي تغير في أوضاع المصريين في الجمهورية الجديدة؟ نهضة غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث. جولة روحية في تاريخ المسيحية. كنيستنا في مصر قد تكون من الأقوى على مستوى العالم. ولماذا ميز الله مصر عن سواها؟ النبوة في العهد القديم قبل السيد المسيح بحوالي 700 سنة. وكيف تحتضن جدران الكاتدرائية قصص الشهداء؟ الكاتدرائية هي مكان عبادة لكن كمان مكان لتسجيل التاريخ. التاسعة مع يوسف الحسيني الأحد على قناة مصر الأولى.